ممكن تليفون لو سمحت؟ الو، ممكن اكلم الاستاذ عصام نور الدين؟ ايوه عصام، انا عايز اقابلك حالا. حسن، انت بتكلمني عن بيتي؟ لا مش هينفع الكلام في التليفون. الموضوع ما ينفعش يستنى لبكره يعني؟ لا مش هيستنى لبكره ارجوك، انا ما عرفتش اجيب القلم، كبس عليا جوه المكتب واضطريت استخبى، انا مش عارف اعمل ايه. اهدى بس يا حسن. اهدى ازاي؟ انت كان في شخصيه كبيره قوي عند رفعت دي في المكتب، واتقال كلام خطير جدا. مش هقدر اقول لك اكتر من كده في التليفون، بس في لجنه على اعلى مستوى هتزوره اخر الشهر. انا حاسس ان انا في مصيبه، حاسس اني متراقب، مش عارف اعمل ايه. عصام انا مستنيك على القهوه اللي احنا بنقعد عليها، ما تاخرش عليا ارجوك. طيب خلاص، سد السكه بقى. سلام. اتفضل يا عم. شكرا. ادخل اوضتك دلوقتي. حاضر. الباقي في حياتك طبعا. حياتك الباقي. في الحقيقة أنا وحسن كنا أكتر من إخوات. الله يجازيهم مطرح ما هم. عدم المؤاخذة، هو حضرتك كنت زميله في الشغل؟ بصراحة لا. لا يعني ايه؟ أمال حضرتك مين؟ أنا صحفي واسمي عصام نور الدين. آه أنا سمعت حسن كان بيقول اسمك، صح؟ هو حسن لما كان بيقول اسمي قدام حضرتك ما قالكيش حاجة تانية؟ لا. طب بالنسبة للورق المهم والحاجات اللي كان بيحاول يحتفظ بيها دايما، يعني كان بيخليها في الشغل ولا بيخليها في البيت؟ كان عنده جهاز كمبيوتر بيشيل كل حاجة عليه، وكان بيخاف عليه قوي زي يعني، ودايما يقول لي ما تجيش جنبه. عظيم. طب هو فين جهاز الكمبيوتر ده؟ جم جماعة من الشغل خدوه، ادوني فلوس عشان الدفنة. الله يرحمه. الإحساس بالذنب كان الإحساس المسيطر عليا بعد الزيارة دي. كنت حاسس إن أنا السبب في وفاة حسن، لأن أنا كنت صاحب فكرة الألم. يلا يا حسن. أصلاً أنت جايبني هنا ليه؟ يا سيدي أكيد عايزك في حاجة مهمة. حاجة إيه يا عم؟ الرعب اللي إحنا عايشين فيه.
رعب ايه؟ هو انا خاطبك يا حسن؟ يلا بقى استنى فهمني يا صاحبي. الموضوع بسيط، عايز شويه تفكير وهدوء. حلو، بعد كده الدليل هيجي لغايه عندنا. ايوه بقى، مرت الشخرمه اللي في وشك دي يبقى انا هيقطعوني ويرموني للقطط. حسن ما تاخدش كل حاجه على صدرك يا عم، انا رجلي وجعتني. يلا اتفضل اقعد. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ايه رايك في المطبعه بقى؟ طيب انا هخش في الموضوع على طول. شايف الالم ده؟ الالم ده في كاميرا بتسجل اكتر من 30 ساعه فيديو. ركز معايا، تلف يمين يسجل، تلف شمال ايه جرايه يا ابو علي. الموضوع بسيط، ركز معايا بس. تلف يمين يسجل، تلف شمال يوقف التسجيل. ايه المطلوب مني بالظبط؟ المطلوب منك بما انك رئيس قسم مراقبه الجوده، يعني عندك صلاحيات انك تخش مكتب رفعت رضوان او تقعد معاه. انا بقى عايزك تزرع الالم ده في مكتب رفعت رضوان. انت باين عليك اتجننت. اوعى يا عم. استنى حسن. حسن حسن كان راجل جدع وفضل يساعدني حتى وهو حاسس ان نهايته قربت. لكن حسن كان مجرد جزء من حكايتي، والجزء التاني بيبتدي هنا. مساء الخير. مساء الخير. أنا آسف. أستاذة سامي مش كده؟ حضرتك اللي كلمتيني في التليفون؟ أيوه، اتفضل استريح. في الحقيقة أنا مش عايز أزعجك. مفيش أي إزعاج، بالعكس، اتفضل. شكرا. تحب تشرب قهوة؟ لا شكرا. حلوة قوي القهوة هنا بقى. هي فعلا ريحتها حلوة ومغرية كمان. القهوة الحلوة بتتعرف من ناحيتها فعلا. طبعا. هو حضرتك بتشربي قهوة نوعها ايه؟ دي ماكياتو. نعم؟ ماكياتو. ماكياتو دي قهوة طلياني، وانها تقيل قوي، فيها نقطتين لبن صغيرين. انا اسفة، انت قهوتك ايه؟ لا انا على الريحة. انت بتحب القهوة التركي. في الحقيقة ما بقدرش ابدأ يومي من غيرها خالص. طب ايه رأيك النهاردة تبتدي يومك بالطلياني وتسيبك من التركي؟ والله انا حاسس ان القهوه الطلياني دي قهوه حريمي شويه. انا ماليش فيها، معلش. طب جرب حاجه جديده، مش هتخسر حاجه. ساعات الواحد بيفوته حاجات كتير قوي وهو مش واخد باله. طبعا. هطلب لك اسبريسو. اسبريسو؟ اسبريسو. اي اسبريسو؟ اسبريسو. اس. صدقني لما هتجربها هنا هترجع تاني مخصوصة عشان تشربها. ها تجرب على ضمانتي؟ والله بعد الشعر اللي انت قلتيه في القهوة الطلياني دي لازم اجرب طبعا. تعجبني الرجالة الجريئة. ميرسي يا محمود. اتفضل. عايزين واحد دبل اسبريسو هنا. الله يخليك. انا نسيت اقول لكم ان انا متجوز ومخلف، ولحد امبارح بس ما كنتش دقت طعم القهوة الطلياني. شكرا يا محمود. دوق بقى وقولي رأيك. حاضر. لا استنى، شم ريحتها الأول وبعدين دقها. هايلة. مش كده؟ ريحتها حلوة جدا. طعمها مختلف خالص عن التركي، عندك حق. شفت بقى؟ بليز راجع على كل اللي جواها وطمن. ده أنا كنت نسيت موضوع المحفظة ده خالص. ده خلاص؟ وين؟ لا بليز، أنا هستريح لو رجعت. خلاص صدقيني مفيش أي أرجوك. مش هتزعلي يعني؟ لا لا حق. تمام، كله تمام. في الحقيقة أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا ما تشكرنيش ولا حاجة، بس بعضها. أنت ليك معاملات مع بنك تنام؟ فعلا أنا كنت لسه هناك إمبارح، أنت عرفتي منين؟ أصل لقيت المحفظة على باب البنك، أنا بشتغل هناك. لا مش معقولة، بتتكلمي بجد؟ والله. لا ده كده الدنيا صغيرة فعلا. صغيرة جدا، أصغر من خرم الإبرة. لكن انا لغايه دلوقتي ما اتعرفتش عليكي. امير. انا امير.
لسه زعلانه؟ من ايه؟ يعني من الكلام اللي انا قلته النهارده الصبح. لا عادي يعني، ما انا كمان رديت عليك. انت بتعملي ايه؟ بفكر اتحجب. على فكره انا ما عنديش مانع. ايه ده؟ انت اتغيرت خالص. اتغيرت ليه؟ مش بقولك ما عنديش مانع؟ مش احسن من الازواج اللي بيبروا مراتاتهم على الحجاب؟ لا اتغيرت عشان زمان لو كنت سألتك سؤال زي ده كنت هتقولي لا لا حجاب ايه؟ سيبك سيبك. عملت ايه في البنك؟ رحت البنك عشان القرض وان شاء الله الورق هيمشي. على فكرة عايزين 7000 جنيه عشان تحليل عملية. الصندوق ما فضلش فيه كتير، التحاليل بس 12000 جنيه. ياسمين فات الاتوبيس، وصلها في سكتك بقى. متنسيش بقى تاكلي سندوتش المربى اللي انا عاملهولك، ومفيش ايس كريم من كانتين او لبن شوكولاته عشان الكالسيوم كتير مش كويس عشانك. بصراحه يا ماما نزلت من سندوتشات المربى. معلش يا حبيبتي، عشان تديكي طاقه وتفضلي مصحصحه كده طول النهار. يلا باي. استني استني. مين بيحب بابا؟ ياسمين. مين بيحب ياسمين؟ بابا. يلا خلي بالك من نفسك. يلا حبيبي باي. حاجة بيني وبين رفعت رضوان شخصية خليني أقول عليه كده، ولكن كون إن يجي لي أحد مصادري يقول إن مصانع رفعت رضوان بتطلع فلاتر ومحاليل بتؤدي لموت الناس، فأعتقد إن الأمانة المهنية بتحتم عليا إن أنا أثير هذه القضية حتى تطفو على السطح، وعلى الجهات المختصة أن تقوم بالتحقيق. فإذا كان رفعت رضوان رجل فساد فيجب أن يعاقب، وإن كان رجل شريف فيعني له مني الاعتذار الكامل. وفي النهاية احنا يهمنا المصلحة العامة. نشكر الأستاذ الصحفي الكبير عصام نور الدين. صباح الخير. صباح صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ عصام، كنت زي القمر النهاردة في البرنامج. طيب يا شمك قاعدة بتتفرجي على التلفزيون؟ هقول الأستاذ عادل. ليه بقى؟ استاذ عادل قال اول ما تيجي تدخلني في رمضان. خلاص ماشي، خلي بالي بقى انت من التلفزيون. ماشي قصدي من الشغل. عايز كل تفاصيل قضيه الجنس الجماعي من اول الانترنت لغايه التكاتك وبالاسماء، والصور تكون واضحه مش بالموبايل. انت لسه مشرف؟ كان عندي اول الساعه 9 الصبح. الو الحقيقه؟ اه ايوه يا عم العالي علي. ايوه ده واحد البرنامج. تعالى ما تشوف ايه اللي انت كاتبه. اهو اسمع يا استاذ، وحين بحثنا عن الخبير المسؤول عن التقرير الطبي الذي يخلي مصنع رفعت رضوان من اي مسؤوليه تجاه الوفيات والاعراض الجانبيه لفلاتر الغسيل الكلوي لم نستدل عليه. الله. ولكن افادتنا مصادرنا انه توفي في اكتوبر الماضي، اي قبل توقيعه على التقرير باربع اشهر. هذا
ورفضت وزارة الصحة التعليق على الخبر. طب ولا تعالى تقول ايه؟ هو في خبر من أصله يا أستاذ؟ وبعد نتساءل من المسؤول عن هذه السلسلة من التجاوزات؟ ومن يرجع لأهالي المرضى حياة ذويهم التي فقدوها بسبب غض الطرف عن الفساد ولمصلحة من؟ مخدر مش هينفع يتنشر أصلا. ليه؟ عشان مفيش لا أدلة ولا مستندات تدعم بيها كلامك. ما أنا كاتبه ده إيه؟ كلام يا أستاذ، تكهنات. مين مصادرك؟ أنت عارف إن أنا ما أقدرش أكشف أسمائهم. فين شهادة الوفاة؟ أنا عايزك تجيب لي شهادة الوفاة بتاعت الراجل ده بأي شكل. ده خبير كده. أقول لك إيه؟ أنا هحكي لك الحكاية دي بعدين. الموضوع ده يهمني جدا. أنا عندي موضوع كبير واقف على الورقة دي. اتصرف بقى. تجيبها من المستشفى، تجيبها من الداخلية، تجيبها من الراجل نفسه قبل ما يموت. اتصرف أنت. زي كل مره صرفنا لها الفلتر الالماني. انا مش عارف ارد جمالك ازاي يا دكتور محمد. الراجل ما تقولش كده، خليها الله. بس كلام في سر، انا سمعت ان رفعت رضوان مضى عقده مع المستشفى وناوي يورد الفلتر الجديده بتاعته من اول. ايوه بس البنت ما بتستريحش الا على الفلتر الالماني. وبعدين ازاي المستشفى تمضي عقد مع راجل زي ده؟ ده سمعته زي الزفت. انا مش عارف اقول لك ايه، بس هما بيقولوا ان الفلاتر الجديده ديت مطابقه للمواصفات. مطابقه للمواصفات ايه؟ احنا نضحك على بعض، ما احنا عارفين اللي فيها. مالك؟ ياسمين لازم تغسل في مستشفى تانية. ليه؟ ما صدقنا انها ارتحت في دي. بالمناسبة ياسمين اليومين دول مكتئبة عشان لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتلعب زي صعبها. ده غير طبعا انها حاسة ان هي سبب كل المشاكل اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. عشان كده انا كنت عايزك تخففي عنها شوية، تهزري معاها، تخرجيها، تلعبيها، وتخفي شوية من موضوع التعليمات والاوامر دي. تشغلها. اولا دي مش اوامري، دي اوامر الدكتور اللي قال كده قدامك. ايوه. انها ما تحتكش بالاطفال هما بيلعبوا، ينكسر لها دراع ولا رجل. ثانيا لما انت اب مثالي قوي كده سايبها لامنا نقول ليه؟ ما تشيلها انت. الو مساء الخير. مساء الخير. انا عصام نور الدين صاحب المحفظه. استاذ عصام ازيك؟ ايه هي المحفظه ضاعت تاني ولا ايه؟ لا ما ضاعتش ولا حاجه، بس في الحقيقه انا حبيت اتكلم، قصدي يعني عشان خاطر اشكرك. وافتكرت كده المره اللي فاتت ان انا ما عرفتش اشكرك كويس. ايه رايك نتقابل النهارده بعد الشغل في الكافيه؟ اسم بنتك على اسم مراتك؟ والله؟ ده ايه الرومانسية دي؟ ما بتتلخبطوش في البيت؟ والله انا لما بنده بقول يا ياسمين هما الاثنين بيردوا علي. ده كريم. الله، ده جميل قوي. قمر مش كده؟ في شبه كتير منك على فكرة. ده نسخ مني. ساعات بتهالي ان انا جبته لوحدي. انا يا سيدي متجوزة ما وقفت التنفيذ. جوزي مهندس بترول عايش على بريمة كده بعيدة في الخليج، بيجي أسبوع كل شهرين. ابني كريم هو اللي مالي عليا حياتي. أنا مش عارف أنا بقولك الكلام ده ليه. أنت راجل صحفي شاطر وبتحلبني في الكلام. الكلام ده مش للنشر. عارف. ألو. أيوة يا حسن. عندي معلومات عن توريدات الفلاتر. في عربية نقل كانت محملة فلاتر وموديها نفس المستشفى اللي حصل فيها الوفيات الأسبوع اللي فات. عظيم يا حسن، واسمها ايه المستشفى دي؟ النيل التعليم. طيب هخلص واكلمك. انا اسف، معلش التليفونات بتيجي في وقت مش مناسب. مش مشكلة. ما تيجي اقرا لك الكف.
بس انا ماليش في الحاجات دي خالص. انا بفهم في الحاجات دي. خطوطك واضحة ومحددة، وده معناه ان مراحل حياتك واضحة. بص بقى، خط القلب مقسوم اتنين، ده بقى معناه انك يا اما حبيت اتنين في وقت من الاوقات، يا اما هتحب اتنين في نفس الوقت، يا اما هتتجوز اتنين. كل ده ورتيف كافي؟ يوه، ده فيه اكتر بكتير، بس كفايه عليك كده. تعالى نقف شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو وحدة غسيل كلى هنا ولا فوق؟ لا، اتفضل من هنا. شكرا. اتفضل يا حاج. حاضر يا بنت، انا جاي اهو. بس انا معايا يعني. ممنوع، دي تعليمات. اتفضل. كتر الف خيرك. ربنا يتم شفاك على خير يا حاج. واضح ان حضرتك بتيجي هنا كتير. واضح ان حضرتك اول مره تيجي. فعلا اول مره. شايف الوليه اللي قاعده هناك دي؟ مالها؟ كان بيجيب جوزها يغسل 3 مرات في الاسبوع. عم عيد، خدت لي بالك؟ لحد ما ربنا افتكره من شهرين. انا افتكره من شهرين. امال هي جايه تعمل ايه؟ بتغسل لجوزها، واخد لي بالك؟ بس في الحقيقه انا مش واخد بالي، يعني بالراحه عليا كده وحبه حبه عشان عايز افهم. طيب انا فاهمها. الحكومه ما تعرفش انه مات، والست دي من يوم ما جوزها ما مات بتيجي تمضي على ان هو لسه بيحضر جلسات الغسيل، والوحده بتبعت طلبات التشغيل للتأمين الصحي عشان يدفعوا حق تشغيل الجهاز والفلاتر واللازم منه، ولما الوحدة بتقبض بتظبط مع مرات المرحوم حق الغسيل. في ناس هنا تتمنى ان قرايبهم يموتوا عشان يطلعوا ب 300 400 جنيه كل اسبوع. Thank you.
دخلتين ازاي؟ ما تقلقش يا كبير، انت اخبارك ايه يا عم بيه؟ كويس، عايز ايه؟ بقول لك ايه، كنت عايزك كده في خدمه، وصدقني دي هتكون خدمه العمر. خير؟ عايزك تحلل لي الفلتر ده وتعرف لي اذا كان مطابق المواصفات ولا لا. مش هقدر دلوقتي. ليه؟ ده البير ده ملك الحركات، صدقني دخلها بس معاك في الزحمه كده، وانت لو عملت الموضوع دوت مصر كلها هتشكرك، وهنزل اسمك وصورتك في الجورنال، وهعمل لك خلاص 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 هعملها، هحاول، بس لو ما قدرتش ما تزعلش. لا هتقدر، هتقدر يا البير. امشي بقى خلاص، امشي. تنوع، وبعدين بيقولوا انها اخف. طيب وايه ده كمان؟ ده اكل دايت، اصل في محل جديد للاكل الدايت فتح جنب الجورنال، لو عجبك يعني ممكن تبعتي له دليفري على طول. والاهتمام ده بقى بمناسبه ايه؟ بمناسبه اني بحبك. على فكرة أنا لسه مش عارفة أنت بتجر معايا ناعم ليه، بس مع دياب مزاجي. ماما مش عارفة ليه. تعالي دخلك تنامي جوه. يلا يلا سمسم، يلا شطورة سمسم. أنا وأميرة بدأنا نتقابل بانتظام، بس مش عارف العلاقة دي كانت رايحة على فين، لكن اللي متأكد منه إنها تخليني أقدر أكمل المشوار. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. إيه الشغل اللي ممكن يبرجل كيانك بالطريقة دي؟ يا ستي بيني وبين حد من التوائل في البلد يعني مشكلة كبيرة، حد من اللي عندهم مصانع المستلزمات الطبية اللي بيوردوها للمستشفيات، خاصة الحاجات بتاعت غسيل الكلم، فلاتر ومحاليل. وطبعا عشان ياسمين بنتي تعبانة، أنا قريب جدا من الحاجات اللي زي كده. ياسمين دايما لما كانت بتغسل كانت بتتعب شوية، بعد كده تبقى كويسة. فمرة غسلت تعبت جدا وأغمى عليها، مبقناش عارفين نعمل ايه. مجرد ما غيرنا الفلاتر البنت بقت كويسه جدا، ومن ساعتها بقى قعدت ادور ورا الراجل دوت وانا اخرب وراه لغايه ما اكتشفت بلاوي. عملت حمله صحفيه ضده قلبت البلد وقومت البلد عليه. بعدين حصل ايه؟ ولا حاجه. بعد شويه ولا كأن حاجه حصلت. بحلم ان انا طايره في السماء وشايفه كل الناس صغيره، بس شايفه كل حاجه من فوق. انت لما بتعمليها بتبقي سعيده،
على سبيل المثال ايه اللحظه لما تفتكريها تبقي سعيده ومبسوطه؟ لازم افكر شويه. ايه الاغنيه اللي انت بتحبيها؟ بحب انت عمري. فين مكانك المفضل؟ طب سيبني اجاوب على السؤال الاولاني. واضح ان انت هتكرهيني مش عموما انت لو هتزعلي انا مش هرد. لا رد هفكر في اجوبه على كل الاسئله سالتها. مش هتزعلي؟ لا رد. ايوه يا بطل يا فوزي. انا حللت الفلتر اللي انت بتقولي يعني لقيت حاجه غريبه كده بس مش فاهمها. لقيت ماده كيميائيه مترسبه بس مش متاكد من تاثيرها قوي. طب اسمعني يا دكتور، رفعت رضوان المفروض ان هو كان متعاقد مع مستشفى النيل عشان يورد لمركز غسيل الكلى بتاعها مستلزمات الغسيل يعني من فلاتر ومحاليل. في نفس الفتره اللي كان بيورد فيها في عيالين جالهم اعراض جانبيه وتوفوا. انت لازم تحلل الفلاتر اللي استخدمها الناس اللي جاتهم الاعراض الجانبيه دي. ايوه وهنجيب منين الفلاتر دي؟ ما اكيد بعد ما بيستعملوها بيعدموها. الحل التاني انك تشرح جثث العيانين اللي توفوا بالاعراض عشان تتاكد اذا فيها اي مواد سامه موجوده في جسمهم. تعالى كون. اتاخرت ليه يا صلاح؟ انت عارف الطريق زحمه اعمل ايه؟ اتفضل معايا. لا يا عم انا ماليش في اكل التكوي بتاعك وده، المدام بتظبط لي احلى طبيخ. بختك يا عم. بقى في حياتك. مش هي دي بقى شهادة وفاة الخبير اللي انت كنت عايزها؟ اه. متلكش في حاجة وحشة. هو انت بيجي لي الا في الحاجة الوحشة؟ عموما دول بقى تكاوي من عندي عناوين ال 20 واحد اللي ماتوا في المستشفى. تستاهل 100 بوسه. بوسه ايه يا عم الحاج؟ هو انا جاي المشوار ده كله عشان تقول لي بوسه؟ انا المهم عندي الاشجار. جات الموضوع ده ما تقلقش. قشطه يا ريس. كل كارثه وانت طيب. مساء الخير. مساء. منزل المرحوم عمر عبد الرحيم؟ ايوه من حضرتك. انا عصام نور الدين الصحفي، بشتغل في جريده الحقيقه وكنت بعمل تحقيق عنه. ممكن اسال حضرتك شويه اسئله عن ظروف وفاه المرحوم؟ يا عم حل عننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا أخذت عنوان المرحوم من المستشفى. أنا عصام نور الدين. حضرتك مندوب شركة رفعت بيه مش كده؟ أه طبعا. أهلا أهلا يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني، أهلا وسهلا. شكر. بس بصراحة القرشين اللي أنتوا بتبعتوهم كل أول شهر دول يساعدوا برضو على المعايش. تصدق الراجل رفعت بيه بتاعكم ده راجل أمير وهيخش الجنة حتف. أنا بدعي له ليل ونهار. مش أنا بس، لا ده كل عيان وكل ميت اهله بيدعوا لكم ليل ونهار. قادر كريم يا رب يوسع رزقكم كمان وكمان. اشرب اشرب. ايوه يا حسن. بقول لك ايه، لو عندك اخبار حلوه قول. حكم النهارده عيد ميلادي ومن الصبح ما سمعتش خبر عدل. طب بص لي يا دي، انت مش كنت عايز تعرف معلومات عن التحقق ده؟ ايوه. خد القمح يا سيدي. شركه رفعت رضوان للمستلزمات الطبيه هتورد لوزاره الصحه فلاتر ومحاليل طبيه لمدة 5 سنين لكل المستشفيات الحكومية. داخل قصادها شركة أمريكاني وشركة سويدي. هي الوزارة لسه ما نسيتش العطا على حد، بس اللي هياخدها يا سيدي هيعيش. حجم التعاقدات 200 مليون جنيه. كل سنة وانت طيب يا صاحبي. وانت بالصحة والسلامة يا ابن الله يا ابو علي. برافو عليك. هدية كل سنة وانت طيب. شكرا جدا. مش عارف اقول لك ايه. رائعة. علشان كل ما تولع شمعة في البيت تفتكرها. اسمحي لي اشكرك.
ان الهديه جامده كده لازم يبقى شكر جامد. ايه يا عصام؟ مفيش حاجه قدام. بقول لك ايه؟ ايه رايك نلعب لعبه سوا؟ ايه رايك؟ نبص في عينين بعض كويس قوي، واللي هيضحك فينا الاول هو اللي هيبقى خسران. ايه رايك؟ انت ليه لازم ايه خسرتي؟ مش احنا متفقين ومتعانين؟ وبعدين لازم اكون قليل ادب وطايش كمان، قاعد مع اجمل واحده في المكان، مش عايز انا اكون طايش؟ انا طول عمري بحسبها، بخاف من الغلط ومحجم نفسي، لازم كل حاجه تكون متامنه، بس النهارده عيد ميلادي وانا قررت اكسر كل حاجه، ما افكرش في حاجه وما افتكرش اي حاجه، وانت كمان انا مش عايزك تفكر اللي احنا عايشينها. بقول لك ايه؟ ايه رايك نقوم نرقص؟ يلا يلا. حرا رايتك جميلا، رايتك حرا جميلا تحلق في الكون كله، رايتك أجنحتك الصغيرة تهمس لي، فحلقت فوقها فحلقت روحي معك، تحررت معك، عشقت معك، لكن في أعماق قلبي أيقظني من حقيقة حلمي، فكان سؤالي أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ من العشق فاكر لما سألتني أكتر أغنية بحبها إيه؟ إيه؟ سوبركاليفراجيليستيك إكسبياليدوشيس. إنجليزي ده؟ إيه ده؟ عملتي امتى ده؟ زمان جدا، ايام الجنان.
صحتك حلو. النهارده عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. رحت فين؟ خرجت مع اصحابي. كان معاكوا ستات مش كده؟ ولا انا غلطانه؟ لا مش غلطانه. معاك ليه؟ ياسمين. ياسمين دي بقت حجتك. كان ممكن تحتفل بعيد ميلادك هنا في البيت. هو انت افتكرت عيد ميلادي اصلا عشان خاطر احتفل بيه معاك هنا؟ بعد اللي حصل كان لازم انهي علاقتي باميره. مش بعض بقى يا حيوان يا ابن الكلب. حاضر. اخرس يا اسد يا ابني. يا ابن اسد. ايه عايز تروح لها؟ تعالى. اللي يحشر مناخيره في اللي ملوش فيه نعمل له ايه؟ نعمل له ايه؟ اللي يحشر مناخيره في اللي ملوش فيه يكسرها له. عصام جرايه يا قطه. ده انت كلت شفايف الراجل. تعالي تعالي ما تخافيش. ابعد عني انت اتجننت. عصام
عائشة سميرة كنت فين؟ خناقة. خناقة ايه يا عصام؟ بحاول اكلمك على الموبايل ما تردش عليا ليه يا عصام؟ سمعت هاتي التليفون. ايوه يا استاذ عصام، انت عامل ايه دلوقتي؟ مين معايا؟ انا اللي ضربتك امبارح، انا اللي كسرت مناخيرك وسبتك على الطريق الدائري بتمرمخ في دمك، وانا كمان اللي ممكن ابهدلك ومرمطك واخرب بيتك. انت عايز ايه دلوقتي؟ اخص عليك يا استاذ عصام، حقيقي اخص عليك، انت عارف كويس قوي انا عايز ايه. على العموم انا اوعدك لو استوعبت الدرس ده انا ممكن اسامحك، انت وحدتي الوقتك اللي كانت معاك. اما بقى لو نشفت دماغك وعملت فيها ديك البلابل هتبقى غبي، لانك هتبقى فتحت على نفسك طاقة من جهنم. فهمني يا كنت بتكلم مين يا عصام؟ ده الشغل. صلح ازاز العربيه، انا راكنها صف تاني قدام الجرنان تحت. ماشي وفاء. نعم. بقول لك ايه، في حد سال عليا؟ لا ما حد سال عليك. شكرا. الله يسلمك، ربنا يخليك. الحمد لله. ايه ده يا عصام؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، حادثه عربيه كده. طب انت تمام؟ مش محتاج دكتور؟ لا لا انا كويس الحمد لله. سيبوني يا جماعه لوحدنا لو سمحت. حطيت عربيه برضه؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا عادل. ايه اللي حصل؟ انت هتقعد تلف وتدور؟ في ايه يا عصام؟ ما ترد يا اخي.
انتظار ان رفعت رضوان ابتدى يشتغل. استاذ عصام، في حد جه وساب لك الظرف ده؟ طيب شكرا يا وفاء. شكرا وفاء. مين اللي جابه؟ واحد من بتوع الدليفري لسه خارج مكملش لحظه. رسالة اتصل بيا ضروري، أنا عايز أطمن عليك. قعدت أيام أحاول أوصل لأميرة، يمكن إحساس بالذنب، لكن جوايا حاجات تانية كتير شغلاني، من الخوف ومنها الرغبة في الانتقام. ايه المطلوب مني؟ تزرعه في منطقة برفعت رضوان. انت باين عليك اتجننت. يا حسن اسمعني، المسألة مسألة حياة أو موت. في ناس كتير بتموت بسبب الفلاتر دي وأنا بنتي واحدة منهم. لو ودت أنا مش عارف هعمل إيه. أرجوك يا حسن، أرجوك. بس انت كان لازم تقدم التقرير ده لرئيسك المباشر. انت ليه طلبت تقرير من نفسك؟ حضرتك يا فندم، انا محضر اقتراحات لحل المشاكل اللي في التقرير ده، وكان لازم اقابل حضرتك شخصيا. ممكن قلم هعدي الرقم بس. لا مؤاخذه يا فندم، مؤاخذه. اسف. آسف يا فندم، حضرتك ليك رهبة. اتفضل حضرتك، تكلمني فندم. ايش ايش ايه رقعة الشياكة والحلاوة دي؟ اكيد ذوقك ده. ها ده ذوق معاليك. اتفضل اتفضل يا فندم. الحقيقة انا معجب قوي بيك كدكتور طبعا، وبعدين كفنان. لمسات مكتبك كلها ذوق وفن. الزيارة اللي معاليك خاصتني بيها دي كبيرة قوي. مات حسن وساب الألم في مكتب رفعت رضوان. ده اللي يبقى تيل وفيلم سكس وعايزني اساعدك. مش قلت لك تسيبك من موضوع رفعت زفت ده؟ هو انا كلامي معاك كان ايه؟ ماليش اي قيمه. انا لما اقول لك حاجه يا استاذ تفهم ان انا عندي وجهه نظر. مش يمكن عايز ابعدك عن الصوره شويه يا اخي. لما انت لا لازم تركب دماغك. بقول لك يا عادل، اللي حصل حصل وخلاص. الصور دي لو راحت النقابه يا استاذ هتبقى مصيبتك مصيبه. فيها لجنه ثلاثيه وفصل ان شاء الله. ثم انت ايش عرفك ان اللي كانت معاه دي مش متفقه معاه؟
بس القرض اترفض. هو في ورق ناقص؟ الحقيقة ما اعرفش، بس حضرتك ممكن تسأل مدير القسم، هو ممكن يساعدك أكتر. شكرا. بقول لحضرتك إيه؟ في واحدة شغالة عندكم في البنك اسمها مدام أميرة، ممكن تكلمها لي؟ مدام أميرة؟ في أنهي قسم؟ في قسم الحسابات تقريبا. لا، ما فيش حد اسمه مدام أميرة في قسم الحسابات. معلش أرجوك. حاضر. الو، يا مصطفى، في حد عندكو اسمه مدام اميره؟ مفيش. ما انا قلت لحضرتك. شكرا. انت لا والله، ده سافرت امبارح، خدت شنطه ومشيت على البلد امبارح لقريب. طب انت عارف فين قرايبها دول؟ لا والله. شكرا يا حاج. شكرا لك. ايه ياسمين؟ ايوه. لا لا مفيش. انت كويسه انت وياسمين؟ ما ركبتش المدرسه لحد دلوقتي. ياه، اجمل حاجه في الدنيا دي الاطفال، خصوصا لما يكونوا في سن ياسمين بنتك. تفتكر بنتك ومراتك لما شوفوا الصور اللي على السيدي هيا دي هيعملوا ايه؟ ده اخر تحسين. عايز اتكلم معاكي. وانا بقالي كتير مستنيه اسمعك. غلطة كبيرة قوي كده. انت خنتي مش كده؟ بعد السنين دي كلها تعشق وتخونوا بينك بين الحياة والموت؟ أنا آخر من يوم ياسمين بقت عيانة، شوف بقى أنا كام سنة، ما افتكرش إن في ليلة ما بنامش وقلبي بيوجعني فيها. أنت قلبك خالي، بالك مرتاح، مش ناقصك غير السرمحة وقلة القيمة. ابعد عني، مش طايقة. بابا يلا يا ما عندك استعداد تكون فقير؟
تكون ايه؟ ياسمين دكتور خير يا دكتور خير ان شاء الله للاسف البنت دلوقتي في غيبوبه حضرتك عارف ان البنت سنها صغير والغسيل الكلوي المتكرر في السن الصغير ممكن يشكل حمل عليها شويه ايوه يا دكتور بس ياسمين بتغسل بقى لها فتره من غير اي مضاعفات ممكن يكون الفلتر الجديد هو السبب في اللي هي فيه ممكن بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده اهم حاجه بالنسبه لياسمين عمليه الزرع وطبعا لو خرجت من الرعايه المركزه ورجعنا نغسل تاني ده هيشكل خطوره على حياتها هل في اي اخبار من المتبرع ابو سيد بقول لك احنا محتاجين سيد عشان خاطر بنتي دخلت في غيبوبه ولازم تعمل عمليه فورا لا سلامتها الف سلام هات ورقه وقلم واديك العنوان عشان خاطر تجيب سيد ابنك وتيجي لا معلش بس يا عصام بيه لمؤاخذه بالنسبه لمساله الفلوس لا ما تقلقش خالص انا بدبرها يومين بس كده بس هم اول ما يقوموا بالسلامه الفلوس هتكون عندك وده يرضي مين ده يا عصام بيه انا ابو سامي السمسار اول ما كلمني ما دسنيش على الحوار ده قال لي اول ما كلمه ابنك تخرج الفلوس هتبقى حاضره والعمل العمل عمل ربنا كيلو تبني مش هتخرج كده من غير حاجه يا بني ادم افهم بقول لك بنتي في غيبوبه وهتروح مني وبعدين انا مش حرامي انا راجل ليا سمعتي واسمي انت لو مش مصدقني انا هديك شيك خد شيك على عيني وراسي وعدك واسمك يا عصام بيه بس احنا ما بنقطعش من لحمنا كده من غير حاجه الشيكات مش هتنفع في الموضوع ده لما حضرتك تبقى محضر الفلوس نقدي وقتي انا تحت امرك سلام مين دي يا عصام؟ انتي اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ خلي عندك يا عم وامشي من هنا بقى بس ياسمين فين عملتيه؟ بس ياسمين امشي طب ما تضلش تروح عرفت ازاي؟ هو ده كل اللي همك؟ وبعدين هي عندها حق انت ايه اللي جابك الموضوع مر عليها اسابيع انت ما كنتش هتشوفني تاني لما وصلتني رسالتك حاولت اكلمك على الموبايل ما كنتش بترد المفروض عليها اشكرك
أمير أنا سألت عليك في البنك، يعني البني آدم اللي قدامي دي أنا معرفهاش. لك حق ما تصدقنيش، بس الموضوع مش زي ما أنت فاهم. صدقني أنا اضطريت أعمل كده. أنت مجنونة ولا بتستهبلي؟ أنت مش عارفة الكوارث اللي أنا فيها. عارف، أنا آسفة على العذاب اللي اتثبت لك فيه. آسفة، معلش، آسف الجيم اتأخر شوية. سامحني يا عصام. سامحتك. اتفضلي بقى حضرتك، روحي شوفي انت عايزه تعملي ايه. ده مش منظر وجودك هنا يا عصام. انا عايزه اعترف لك بكل حاجه. انت اتلعب بيك وانا كنت السبب في اللي حصل لك ده. انا مستعده اروح معاك النيابه واشهد. تعالي معايا. هنروح النيابة. مش قلت عايزين اسامحك؟ لو بنتي جرى لها حاجة عمري ما هسامح نفسي ولا هسامحك. احنا عايزين دلوقتي 200,000 جنيه عشان خاطر عملية البنت، وانتي هتساعديني. كريم مش عايش معايا زي ما انا قلت لها. ابوه سافر دبي وخده معايا. كل اللي قلته لك كان كده. مش بالظبط يعني، بس الموضوع ابتدى بلعبه بيلعبها عليك واحد اسمه سليمان. اشتغل مدير امن عند رجل اعمال اسمه رفعت رضوان. لما اقول شويه قابلته صدفه وانا بحاول ابيع خادم جدتي علشان اسافر دبي ادور على ابني. ما عرفتش ابيع الخادم. شكرا. 15,000 جنيه. وينك نصاب؟ بس الكلام ده ما يمشيش معايا. نورت يا فندم. وهو طلع يعرف جوزي من زمان وعرض عليا جبن ايمي لحد عندي في مقابل اني اعمل معاك علاقه علشان يهددوك بيها. كل حاجه كانت متردده. متشكر جدا، اسف على تعبك. لا ابدا، تحت امرك. حتى المحفظه نشفت منك بيها. اميره، أول ما تسمعي الرسالة أنا عايزك تكلميني ضروري. أنا عايزك في خدمة. البنك رفض القرض. عصام راح البنك وكلمني من هناك. عارف، عشان كده أنا جاي أحذرك إنه تقريبا كشف اللعبة. يا نهار أسود. وبعدين؟ دورك خلص لحد كده. هتسيبي الشقة دي وأوعي تشوفيه تاني. وابني؟ ابنك هتصرف لك فيه، بس اصبري شوية. ولو فتحتي بقك بكلمة واحدة مش هتشوفيه تاني. طب والله العظيم لما جبت لابني هفضح الدنيا كلها وهروح اشهد على نفسي. هوديك انت والبيت بتاعك في 60,000 داهيه. بس وحياة ابني يا عصام، اللي حصل بينا في الاوتيل ما كانش متخطط. صدقني. انا مسحت الجمله الاخيره دي من الكاسيت. الليله دي مسحتها خالص من ذاكرتك. يا ريت ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. بعدين جاي دلوقتي تعمل لنفسك بتحبيني. القصة خلاص خلصت. احنا فين يا عصام؟ بنعمل ايه؟ احنا قدام مكتب رفعت رضوان. وايه الامن ده كله؟ ما تخافيش، ده جاي تأمين للزيارة اللي عنده في المصنع. يعني المكتب هيكون فاضي، ولو حد سألك هتقولي له انك بنته ريهام ولسه جاية من السفر وعايزة تعمل له مفاجأة. انت فاهمة؟ وصل الحلويات انت على القاعة عشان انا ما عنديش حد هنا، كلهم في المبنى التاني. ميرسي. هاي هاي. بابي موجود جوه؟ حضرتك انا ريهام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هو رفعت بيه عنده ضيوف. ضيوف في المكتب؟ لا في المصنع. طب انا هستناه في المكتب عشان اعمل له سربرايز. اوكي اتفضل. ثانك يو.
نسيت حاجة في العربية. أنت بتعملي إيه هنا؟ أنا جيت علشان أشوفك. أنا محتاجة لك. أنا محتاجة أشوف ابني. طب احنا هنا في مكان شغل. روح انت وانا هجيلك على البيت بعد الظهر. يلا لازم تيجي. حاضر هاجي. فاهم يا سيدي. بتضحك على ايه؟ ابدا ولا حاجه. كنت فاكراك مغترب. طلعت زيك. مش بقالك تمن تبقى زيي. مستر سليمان رجع تاني ومعاها واحد. دخلتهم الميتنج روم زي ما قلت لي. اهلا يا استاذ اسلام. يا ترى اخبار مناخيرك ايه؟ في مكانها. ايه؟ تحب اعرفكم ببعض؟ عصام ارجوك. ايه يا هانم، حضرتك مش قابله على بعضه؟ يا بختك يا عم. انا اعترفت له بكل حاجه يا سليمان، واللي يحصل يحصل. بس بصراحه بقى يا استاذ عصام، نصيحه يعني، انا لو منك ما ثقش فيها ابدا. اصل هانم عندها استعداد تعمل اي حاجه في سبيل مصلحتها. المهم انا عايز اقابل رفعت رضوان. عايز تقابل رفعت رضوان دلوقتي؟ بس اصل رفعت بيه رضوان مشغول، مش فاضي، عنده لجنه ومش هيقدر يقابل حد. ثم انت ايه يعني اللي جاب في مخيلتك كده ان رفعت بيه ممكن يقابل فصل زيك؟ يا اخي عجباني قوي فكره الكلب اللي بيمشي في ظل صاحبه. بس صدقني الكلب وصاحبه هوديهم في 60 داهيه. يا ماما دايما بتخوفني يا استاذ عصام. جريالك انت مش هتبطل بقى ولا ايه؟ هي العلامه اللي في وشك خفت وعايزني اعمل لك علامه غيرها ولا ايه؟ اه بالنسبه لموضوع العلامه.
الحقيقه انا سعيد جدا بزياره النهارده لمصانع رضوان للمنتجات الطبيه، وسر سعادتي زي ما حضرتك بتسالي. قولي رفعت بيه يقابل الصحفي اللي اسمه عصام الوقت، قول له يسيب الوزير ويقابله دلوقتي. الانتاج المحلي حسب توجهات الوزاره، وده اللي احنا دايما بنأكد عليه. وبصفتي الوزير المسؤول انا بوعد الدكتور رضوان. تفتكر انا ممكن يكون رد فعلي ايه لما تتهجم عليا في مكتبي بالشكل الصبياني ده؟ تفتكر انا بقى رد فعلي ايه لما تدمر لي حياتي وبيتي وسمعتي؟ انا عملت كل ده؟ ده انت اللي قطمت التفاحه، انا بس قدمتها لك وانت مديت ايدك اكلتها كلها على بق واحد. ورغم كل ده انا معجب بيك، عندك كده حاجه بتمس المواطن العادي. لا واضح انك بتحس بالمواطن العادي. انا بشغل عندي اكتر من 3000 اسره وبعملهم احسن معامله، وكلهم بيحبوني وبيدعوا لي بطولة العمر. مش العمال بتوعك بس هم اللي بيدعوا لك، في ناس تانيه برضه بتدعي لك. بس انت بتموت اهاليهم بالفلاتر والمحاليل اللي بتعملها مصانعك، ده غير انك بتشتري سكاتهم بالفلوس. مش شايف ان ده شيء حقير شويه؟ طريقتك في الكلام مش عجباني، شكلك كده متوتر ومش في وعيك. وانا دلوقتي عندي ضيوف مهمين تحت، انت عاوز ايه بالظبط؟ ارنوب. يعني ايه؟ يعني مليون جنيه. مليون؟ انت اكيد مش في وعيك. تشرب حاجه تفوقك؟ عندنا اكسبريسو. اسمها اسبريسو. دي قهوه طلياني. بس ماليش فيها. اسمعيني كويس يا أميرة، أنا وإنتي لايقين على بعض، لايقين على بعض الأول، فيستحسن إنك تشيل المسدس اللي في إيديه كده. اسكت ولا كلمة. أنا خلصت قهوتي، أنت كمان لازم تتكل، أنت واللي معاك دي، بدل ما تطلع منها رصاصة طايشة ويحصل حاجة تندموا عليها. يلا، وأنا أعتبر اللي حصل ده كأنه ما حصلش. مع السلامة. ركز معايا يا رفعت يا رضوان، أنا مش همشي من هنا قبل ما أخد اللي أنا عايزه. وعيتك أنا هندهلك بتوع الأمن يشيلوك يرموك برا. أنت عارف وأنا عارف كويس إن الأمن بتاعك موجود في المصنع مع الضيوف، يعني قبل ما تصرخ وصوتك يوصل لهم أكون خلصت عليك. يعني الموقف دلوقتي راجل 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 لراجل يا صفصلي. قاسم اوعى. عندك حق يا رفعت بيه، انا مش قدك، بس انا عندي كام دليل كده هيجبروك انك تسمعني، ولا اطلع للصحفيين اللي بره وافضحك قدامهم. اسمع، اللي عايز فلوس يطلبها بالادب مش ببلطجه والتهديد. بالمناسبه اميره اعترفت واعترافها معايا. ومين هيصدق واحده زي دي سمعتها مشكوك فيها؟ اعترافها دبل وتشرب ميته انت وهي. ولو عايز تهددني بحاجة تانية ملهاش لازمة، أنا راجل سليم وشغلي كله في النور.
انت راجل كذاب، وانا بمشوار صغير ليا للنيابه ممكن اوديك في 60 داهيه وادخلك في السجن مع اللي زيك. بأمارة ايه؟ بأمارة ده. الصحافه دي زي الكلاب عماله تهوى وتهوى وتهوى، وناس بتقرا الجرايد علشان تنفس. المناقصه هترسى عليك، يعني هترسى عليك، بس ما وصلكش. انا عايز الثلاث فيلم يكونوا صف واحد على البحر على طول. اعتبره حصل معاك، وباسماء الانجال زي ما اتفقنا. تفتكر مليون جنيه قليل على تحفه فنيه زي دي؟ عشان تعرف ان مش انت لوحدك اللي بتعرف تتجسس، انت واطي. انا كنت فاكر ان قلبك على الناس الغلابه. الغلابه اليوم ربنا، لا لو فلت من تحت ايدك ابقى بطل. انت بتعمل ايه؟ شيكات وبعدين تطلع من غير رصيد ويتبلغ عنها، الكلام ده ادم. انت هتحول لي دلوقتي من على النت. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ هعمل عمليه بنتي ب 200,000 جنيه. والباقي؟ مش عارف. تفصيله اخيرا نسيت اقولها لك. الخبير اللي مضى على تقارير الفلاتر والمحاليل واللي بيقول فيها انها مطابقه للمواصفات مات قبل ما يمضي باربع شهور، والمفاجاه ان شهاده وفاته معايا. ده للتامين بس، عشان نفضل حبايب. سلام. استنى عندك، اوعى تكون فاكر انك انتصرت. اللي عاد رفعت رضوان عمره ما يربح، او عيب. مش هتعيش لحظه من غير ما تبص ورا ظهرك، ولو في بطن امك انا هجيبك. عشان يتأكد في الحساب. معلش احنا عشر ألف جنيه. ابنك بقالي قد ايه ما شفتهوش؟ من بعد ما طلبت الطلاق وهو واخد وهربان على دبي، بقالي 6 سنين ما شفتوش. اشوف بنتك.
فلوس الخاتم على مبلغ استلفته من حماتي، يدوب خلوا أبو سيد والسمسار اللي معاه يوافقوا أخيرا على العملية. لو حلفتك بياسمين قلت لك عشان خاطرها، أول ما تقوم بالسلامة ترجع لبيتها وانت معاها. خلصت حكايتي، عدت زي الحلم او زي الكابوس مش عارف. يلا يا ياسمين عشان تاكل. يلا يا بابا ناكل. يلا يلا شكرا. طبعا تم التوقيع بيني وبين الوزاره بتوفيق ربنا والحمد لله، لكن المهم مفيش حاجه رجعت زي الاول، وانا بقيت واحد تاني جوايا اسئله كتير مش لاقي لها اجابات. هو أنا غلطت لأني كنت عايز أنقذ بنتي؟ هي ياسمين مراتي ممكن تسامحني؟ إيه اللي خلى أميرة تحبني؟ ويا ترى رفعت رضوان هيسكت على اللي عملناه فيه؟ وهل أنا هفضل ساكت وأمشي جنب الحيط؟ مستني اللحظة اللي هينتقم مني فيها. كل دي أسئلة بتدور في دماغي ومش لاقي لها إجابة. لازم أرجع تاني من الأول وافتكر أنا مين وعملت كده ليه.